التمرين ده ازاي تقاطع حد وهو بيتكلم مع شخص اخر عشان عايز تطرح سؤال مثلا او عايز تقول حاجة. ده انا برضو بعمل المواقف دي كلها بتبقى لازم تكون تمثيليات او مواقف تمثيلية، شخصين او اكتر، والطفل اللي علمه بيكون من سن 3 سنوات ونص فما اكتر او فما فوق. الهدف ان انا اعلمه ازاي يستأذن، ولما يجي يطرح سؤال وازاي استنى دوره. نفترض ان الشخص اللي انت بتسأله رفض ان يجابك وقالك لو سمحت استنى لما يجي دورك، هتبقى هتتصرف ازاي كطفل او كانسان بعد كده؟ تمام. فانا لازم اعلمه انه لازم يستنى لو الطلب منه انه يستنى. طيب الهدف غير المباشر ان انا اعلمه الاداب العامه بصفه عامه وسلوكي السلوك المهذب، لان ده في النهايه بيوصل للامن من افراد المجتمع. لما يبقى فيه احترام بين الاشخاص وبعضهم بيبقى فيه امان وامن بينهم. وايضا لما الطفل يتعلم امتى يتكلم وامتى يسكت، يتعلم بعد كده ازاي يدير حديث وازاي يعتمد على نفسه اكتر ويبقى عنده ثقة في نفسه اكتر. طيب نقطة الاهتمام، لما الطفل يقف يستنى دوره، لما يقول كلمة من فضلك ممكن اسأل سؤال، ويستنى لما اللي قدامه يقول له اه اتفضل اسأل، او اللي قدامه يقول له لا استنى شوية انا مشغول لو سمحت اسأل بعد شوية. طيب هنفترض ان الشخص اللي انت طلبت منه سؤال كطفل قال لك لا استنى، تعمل ايه؟ هتبتدي ايه تنصرف اذا لم يسمح لك بالايه بالسؤال. طيب ايضا معيار الخطأ انك تصر انك تسأل برغم انه لم يسمح لك، دي ساعتها لا كده يبقى غلط. لازم لما يتقال لك لا نعمل ايه؟ نسكت ونستنى لما يؤذن لنا. طيب هعمل بقى التمثيلية شكلها عامل ازاي؟ مثلا هجيب شخصين طفلين قصاد بعض، وهنعمل التمثيلية انه انت وهو والطفل التاني بيتكلم معايا، انت هتيجي تتدخل، ممكن اسأل سؤال فبرد عليك بقول لك ايه اتفضل، فبتبتدي تسأل سؤالك ولما بجاوب لك عليه بتقولي شكرا. نيجي نعمل موقف تاني ونفس الشخص يجي يقول ممكن اسأل سؤال، يتقال له ايه الرد؟ لا معلش انا مشغولة، انا بشرح لزميلك حاجة، لما اخلص ممكن تسأل سؤالك. اعلمه انه يقول اوكي ويقف في مكانه ويستنى لما اذنه، يستنى دوره لما اذنه انه ايه يسأل السؤال. تمام. ولازم اخلي الطفل وهو بيمثل اقوله تتقبل الكلام ده وترضى وتقف وتقول كذا وتقول كذا، فهو لما يشوف التمثيلية انه عادي جدا انه لما حد يقول لك معلش انا مشغول من فضلك اسأل بعد شوية، انت لازم كطفل انت لازم تتقبل. لما كرر التمثيلية دي معاهم مثلا 10 مرات هتلاقيهم بدأ يبقى عندهم قناعة. فاحيانا الاطفال بيجوا يقول لي مثلا شوف يا ميس فلان ضايقني. ليه حبيبي ضايقك؟ فيقول لي انا جه يسالني وانا قلت له انا مشغول دلوقتي لو سمحت من فضلك اسال بعد شويه، وهو مرضاش وضايقني. فيبقى معناها انه الطفل الاولاني اللي بيتكلم اتربى عنده حس الادب والاخلاق انه يقدر يطلب من اللي قدامه انه يستنى شويه لما انا مشغول، وان انت تطلب السؤال بعد شويه. الطفل التاني بقى اللي مصمم ناخده ونفهمه ونعمل له تمثيلية تتناسب مع الموقف، ونبتدي نكرر ونعيد فيها لحد لما هو يبقى ايه تتولد عنده القناعة
لانه المفروض انه يستنى لما يتسمح له. نبتدي بقى نعمل التمثيليات. نبدل مثلا طلب الطفل، بدل ما يطلب انه يسأل سؤال يطلب حاجة. ممكن اخد الكتاب ده، ممكن يا مامي استعمل كذا، ممكن اخد الدفتر ده اكتب فيه او ارسم فيه، ويبتدي ممكن اخد قلم ومامي مرة تقول ومرة تقول لا، عشان الطفل يتعود انه يتقال له لا، ولما يتقال له لا يتقبلها زي ما يتقال له بالظبط. لازم يتعلم ان هو يتقبل ويحترم ردود الاخرين، ويبقى متقبلها بصدر رحب مش يتقبلها وهو مضطر. تمام. نعمل بقى يعني طول ما احنا قاعدين نعمل تمثيليات، مواقف تمثيلية بما شبه ذلك. وعلى فكرة كل ما يقابلك موقف او حاجة سلوكية في ابنك عايزة تعدليها، ما تعمليش التمثيلية في نفس الوقت، اصبري يوم او يومين واعملي تمثيلية شبيهة بالموقف اللي حصل بس باسماء تانية او باشخاص تانية، وابتدي وري للطفل السلوك الصح اللي كان المفروض يتصرفه شكله ازاي، وان السلوك الوحش نبتدي نشيله ونجنبه على جنب خالص. وبعد كده هتلاقي الطفل بسهولة جدا بيتقبل اللي انت عايزة تقوليه. هنبتدي بقى تمرين المشي على حوالين السجادة، بالذات احنا المقصود بيها هنا سجادة العمل. لما طفل بيفرش ويقعد يشتغل في منطقة عمل، دي بقت المنطقة دي بتاعته، منطقة العمل بتاعته، فما يصحش ان انا وهو فارش وقاعد امر على الشغل بتاعه وعدي واقول له ما انت قاعد في الارض، ما انت قاعد في الطريق. لا، لازم تتعلم انك انت تمر من حوالين السجادة ومن حوالين ما الولد قاعد، ما تضايقهوش وما تأذيهوش. تمام. من سن سنتين ونص ابتدي التمرين ده، من سن سنتين ونص لثلاث سنين ونص بيكون اتقن الحركة دي، واتقن ان هو يمشي حوالين السجادة علشان ما يدوس على الشغل بتاع زميله. طيب الهدف المباشر ان انا اخليه اعلمه ازاي يلف حوالين السجادة وحافظ على التوازن بتاعه. طيب وكمان ان انا اعلمه ازاي يمشي على الحواف الضيقه من غير ما يقع. تمام. طيب الهدف غير المباشر ايه؟ ان هو لما يلف كده ويمشي ويبقى عنده توازن، يبقى التركيز بتاعه هيعلى، ما هي محتاجه تركيز عشان ما مشيش غلط وما ادوس على اطراف السجاده، يبقى لازم اركز، محتاجه تناسق في الحركه. ايضا محتاجه او بتعلم الطفل ان هو السلوك المهذب، انه يحترم زميله وانه ما يدوس على ادواته. تمام. وكمان انها بتحقق الامن وبتراعي الاداب العامه في المجتمع، لانه انا لما احترم زميلي واحترم ان هو قاعد في الارض بيلعب او بيشتغل على اداه معينه، هو كمان هيحترمني وهيقدر لي الاحترام ده، فهيبتدي يبقى فيه احترام متبادل. تمام. طيب وبرضو ان انا بقوي الثقة في النفس والاعتماد على النفس. طيب نقطة الاهتمام هنا ايه؟ انه انا افهم الطفل اهمية سجادة العمل في المنصول، انها مهمة جدا وان لازم نحترمها. احنا بنجلس او نمشي حواليها، ما ينفعش ما بقعدش عليها وما بشتغلش عليها، انا بحط بس الادوات عليها، هي منطقة عمل زيها زي الطاولة بالظبط. تمام. الطفل عنده حرية العمل والمرور في اي مكان طالما بيحترم حريات الاخرين وطالما بيحترم مناطق عمل الاخرين. تمام. طيب التحكم بقى في الخطا، ان انا ممشيش على الحواف بتاعه السجاده، امشي بعيد خالص عنها يعني بره الحواف. تمام. ما ادوس حتى على الحافه بتاعتها. طيب
ايه التمرين الاضافي اللي انا ممكن اضيفه؟ مثلا ممكن بقى عشان استفاد اكتر من التمرين اخلي الطفل يلف وهو فارد ايديه، فيبقى بمحاذاة الكتفين يعني في ايديه في جنبه كده، فده يعلمه توازن اكتر، ينشط العضلات اكتر، يقوي العضلات اكتر، يعلم التركيز اكتر، يعلم حفظ التوازن اكتر. تمام. لما اديله حاجه شايلها في ايده او صينيه او فازه او اداه موسيقيه ويشتغل بيها ويلف حوالين السجاده كده، انا بستفاد من التمرين اكتر ان انا اعلمه التركيز بشكل اكتر. وعموما احنا هنقدم تطبيق عملي لده ونشوفه ازاي ممكن يكون Walking around the mat. احنا طبعا عارفين ان سجادة العمل بتاعت الارض من الحاجات المهمة جدا وضرورية، فلما يكون الطفل قاعد بيشتغل، زميله المفروض ان هو يحترم منطقة عمله، فما يصحش ان هو يجي ويعدي عليه. فاحنا عشان نعلمه انه يلتزم بالحكاية دي، لازم اعلمه الاول ازاي لما يكون في سجادة عمل في الارض انه يلف من حواليها. تمام. كمان ان انا ببقى بستغل الفرصة ان انا اعلمه ناحية انشط عضلاته اكتر واستغلها في تدريب الطفل او تمرين عضلاته. ففي البداية حوالينه المفروض ان احنا بنلف حوالين السجادة ونستغل فرصة انها مثلا على هيئة مستطيل، فهقف عند الاركان وكأني برسم المستطيل في الارض عشان امهد له بعد كده بداية الايه شغل الهندسي. فنبتدي.